السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد اللعبة، ان جو اللي هو بطبيعة الحال سان بوزل، سنسميه بوزل او بيان كاستيت. يعني هو واحد اللعبة، سي ان جو دو باسيونس، يعني تيطلب شوية ديال التركيز شوية ديال الهدوء. وشنو هو الدور ديال هاد اللعبة؟ هو انه بوزل، يعني انه يحاول الانسان يجمع يعني واحد القطع في واحد الترتيب معين باش يعطينا واحد المجسم. يعني سوا هاد المجسم يمكن يكون صورة او رسم او اي حاجه بطبيعه الحال. غادي نوريكم المراحل الان دابا باش تانستاليو، يعني باش توضعوا مثلا هاد اللوجيسيال ديال اساس اللوجيسيال اللي هو غراتوي، يعني بدون مقابل. غادي نحاول نوريكم هنا في هذا الفيديو هذا المراحل كيفاش تانستاليو هاد اللوجيسيال. وبحال اللي قلت بان كل ما كان العدد ديال القطع كبير تيطلب واحد الوقت باش يكون يعني باش يكون الانسان داك المجسم وباش يكومبليتي داك ليماج او بيان داك الصوره اللي عنده. اي صوره كانت عندك في ليزيماج او في البي سي انستالي، اي صوره يمكن لك تقصها الى عده قطع. بغاني نتوكلوا على الله. حاجه غادي نمشيو لجوجل، غادي نمشيو دابا لجوجل بطبيعه الحال ونكتبوا يعني في جوجل تيليشارجي بوزل. بهذه الطريقه هذه، من بعد ناخذوا داك تيليشارجي جيكساي بوزل لايت نضغطوا عليها، وغادي يخرج لنا تيليشارجي غراتويتمون. نضغطوا عليها بطبيعه الحال وغادي نتيليشارجي ونتبعوا لي زيتاب. انا ديجا عندي هاد اللوجيسيال هذا يعني انستالي في البي سي بلا ما نعاود العمليه مره ثانيه. ها هو هنايا على حسب البيرو عندي هاد ليكون ديالو، ها هي. انا دابا ضغطت عليها، هي دابا تتحل. فوالا تطلب واحد شويه، واحد دقيقه تقريبا. انتم تلاحظوا دابا هاد لاباج هادي، هذا واحد العدد امثله ديال لي بوزل. هاد البوزل الاول ها هو فيه 6 ديال القطع ديال الحيوان. يمكن لي مثلا نوريكم الطريقه، غادي نضغط على بلاي. وي ها انتم القطع هما تقريبا، هذا بوزل بسيط فيه 6 القطع بسيط. باش نوريكم الطريقه دونك غادي نحاول بطبيعه الحال يعني نصايب هاد البوزل، هاد القطع نجمعهم. كل ما وضعت القطع تلاحظوا بان داك العلامه داك الوجه الاصفر نفس الشيء. الا شتي الوجه الاصفر تكون بمعنى ان القطعه جات في المكان المناسب ديالها، صحيح. ها هي، نعم فوالا. هو الان دابا تكتمل، ها هي دابا غادي تكتمل الصوره. وان فوا الصوره تكتمل تلاحظوا هاد النجوم بمعنى ان الصوره العمليه يعني تمات. بون هنا كاين بعض الازرار، كاين في كاين باك كاين اوبسيون اكسيتيرا، وكاين هناك واحد المينوتري. دونك غادي نحاول الان نوريكم الطريقه. غادي نرجع الان يعني لاباج الاولانيه، من بعد يمكن لي نكريي صوره نخدم ديريكتومون من البي سي ديالي. دونك غادي نمشي مثلا، غادي ناخذ اي صوره من البي سي. غادي نمشي مثلا للبيرو، ها هو غادي نطلع البيرو ولا البيبليوتيك نيمبورت. غادي نمشي للبيرو نضغط عليه، نمشي مثلا بطبيعه الحال البيرو. شوف عندي شي صور تما انستالي، هو عندي واحد الفيشي ديال رابا اكتويل ديال صور ديال الرباط. اي صوره غادي نختار، تلاحظوا الان اي صوره. انا ضغطت على الصوره ديال لودايا، قصبه لودايا، وهنايا تيخرج لي هذه، تيخرج لي العدد ديال اي القطع اللي بغيت نختار. ضغطت على 81، فوالا يعني 81. ها هي تشوفوها، يعني هادي تزاد داك الصوره الى 81 قطعه. ومن بعد ندير بلاي. ها انتم تلاحظوا هنايا هما القطع كلهم 84. بعد هادي ضغط على لوبسيون باش نبين، باش نغير اللون ديال الارضيه. هي الارضيه كانت زرقاء، يعني نقدر نغير مثلا اللون. هذا اختيار بطبيعه الحال، اي لون تختاروا هنايا. هو اللون تقريبا اللون ديال البيستاج. غادي ناخذ عاوتاني اللون الاحسن رمادي، ها هو نضغط عليه. ما ندير اوكي، فوالا اوكي. وتلاحظوا بانه تغيرت هنايا يعني اللون ديال الارضيه. هنا كاين لارونج، يمكن يعني لارونجي هذوك لي بوزل سوا بهذه الطريقه او بهذه الطريقه اخرى، او رجعها الطريقه اللي كانت في البدايه. فوالا مزيان. من بعد هاد الزر اللي من بعد تيعطيني الصوره اللي اختاريت درتها في الجانب، فوالا الصوره على اليمين.
او نضغط على الطريقه الاخرى باش ندير الصوره في الوسط ومن فوق منا نوضع داك القطع ونهي الطريقه من الاحسن. حاولوا تصايبوا هنايا يمكن يستعمل مثلا بوز يعني باش نوقف داك المينوتري داك الساعه باش نخدم اليز. دابا انا رجعت مثلا بطبيعه الحال كيفاش يمكن لكم تستعملوه يعني غادي نضم الان هذا القطع. انت لاحظتوا بان حطيت هذه القطعه ما مناسباش فوالا حتى هي نفس الشيء بينما عطاتني هنا وجه اصفر. تلاحظوا بانه يعني القطعه صحيحه يعني هذه رجعت الان دابا الاسفل ها هي نفس الشيء فوالا. هذه الطريقه يعني باش تعرفوا كيفاش تتم المرحله ديال ها هو المينوتري هنايا هو دقيقه و 37 ثانيه فوالا. يمكن ندير بوز تو سامبلومون من بعد غادي نرجع للصفحه الاوليه ديال هاد لو جو. يمكن لي مثلا هاد الصوره يمكن لي نمسحها على هادي لي ديال قسمه الودايا رموف او نمسحها او نخليها ما كاين مشكل نخليها في لا بيبليوتيك. غادي نمسح مثلا كذاك نفس الشيء اي صوره تمسحوها او تموديفي او تكريو نيمبورت. من بعد ندير اكزيت فوالا. هذا هو لعبة بسيطة اللي هي غراتويت تو سامبلومون.